الآن إلى الفقرة الفنية مع زميلتنا لانا الجندي وأيضا ضيفها سامي كلارك. صباح الخير فيصل وسلام. إذا ضيفي اليوم من مكتب بيروت سوف ينضم إلي بعد ثوان. سامي كلارك هو الذي ابتعد منذ سنوات عن الحفلات المحلية إن صح التعبير. صباح الخير سامي كلارك. صباح النور، اشتقنا لكم. نحن كمان كثير مشتاقين لك سامي كلارك. دعني أبدأ، يعني شكرا. مبتعد عن الحفلات المحلية ولكن تذهب إلى حفلات في الخارج وكأن الأمر لم يعد يعنيك أن تكون حاضرا هنا في الدول العربية كما كنت من قبل. الحقيقة لا، أنا ابتعدت بس ابتعادي كان بقصد الفن وللبحث عن المهرجانات وال الحفلات اللي ممكن تعطي يكون لها انتشار اكبر. وبنوع خاص كان عندي سنة 2012 بدبي افلام الكرتونز، اشتركت باغنية جراند دايزر وجزيرة الكنز، وهلا في كنت بقطر كمان من فترة مش بعيدة. يعني حضوري موجود بس حضوري ضروري، يعني ما اكيد مش مهم نشترك بعدد كبير واما النوعية هي مطلوبة بشغلي. أكيد سامي كلارك، يعني عندما نقول الاسم مباشرة يتبادر إلى ذهننا يعني جزيرة الكنز وغريندايزر. لماذا حتى اليوم هذه التفاصيل في الذاكرة؟ يعني برأيك هل لأنه شيء له علاقة بالطفولة؟ العلاقة بالطفولة، العلاقة بالحق، العلاقة بصفات الحلوة يلي هي رسالة. أغنية جراندايزر هي القوة بالحق، هو الحفاظ على الكرة الأرضية، على الطبيعة، على محبة الناس لبعض. يعني في رسالة إنسانية من وراء أغنية جراندايزر. جزيرة الكنز كمان في البحث عن الكنز اللي هو منه مادي، يعني الكنز اللي هو بالمعنى المضبوط القيم الأخلاقية والإنسانية. من هيك أنا اخترت كمان أنه أديهم وبفتخر فيهم. وبعدين على اليوتيوب وبالوسائل التقنية الحديثة كلها، على الفيسبوك، على الإنترنت، كل العالم بعدها بتطلب هالأغاني، وأنا بسرني كتير أنه أقدم لكم اياهم. ونحن كمان بعدنا بنطلبها، رح نستمع مبدئيا لأولى أغنياتك جزيرة الكنز ثم نعود إلى الحوار. أوكي. تسير ضمننا من غيرنا تطبع دربا مثلنا دربا خطيرا إلى الجزيرة. سامي كلارك، أرى هنا النمط الغناء الأوبرالي الذي اشتهرت فيه، يعني أنت ربما من القلائل الذين أدخلوا هذا النمط الغنائي إلى الموسيقى الشرقية حتى ضمن أغنية للأطفال وهي أغنية جزيرة الكنز. هل هو خيار أم لأنك تعلم بأن قدراتك الصوتية يجب أن تبرز عبر هذا النوع من الغناء؟ الحقيقة قدراتي الصوتية وبعدين رغبتي الشخصية وثقافتي الفنية بتسمح لي أنه أدي أغاني بطريقة خاصة، خاصة أنه ابتديت أنا بالأغاني الأجنبية أول شيء، يعني بالفترة الأساسية صحيح. من حياتي الفنية، وانتقلت للأغنية العربية، وكان بيعتبروني جسر فني بين الشرق والغرب. ومهرجانات العالمية كلها، الـ 14 مهرجان اللي فزت 4 جوائز فيها، جوائز أولية، كانت باللغات الأجنبية، وإنما اللغة العربية هي اللغة الأساسية اللي أنا كنت متعطش أنه أقدر أدي اللون الغربي والإداء الغربي بكلمة عربية وحتى لحن عربي. من هيك هلأ انتقلت الأغنية العربية الصرف مع الحفاظ على الأغنية الأجنبية. طب معلش نستمع كمان لمقطع صغير من جراندايزر وبعدين رح نرجع أنا وياك لنسأل سؤال آخر. أوكي حاضر. بطل أصلي هيا بريك جراندايزر عدوك وكفحتك سلح نفسك حاضر في الدفاع من أجل سلام فوق الأرض في كل الأصفار فقط بطل مكرم
سامي كلارك، اليوم بيحضرني سؤال بعد ما سمعت أغنية جراندايزر. اليوم قدين احنا بحاجة فعلا لجراندايزر في الشرق الأوسط علّه ينقذ ما يمكن إنقاذه؟ يعني جراندايزر هو رمز، وبعتقد انه كل اللي عم بيصير يعني بالشرق الأوسط فينا نختصره إذا بدك بأمال وتمنيات، إن شاء الله أمالنا تتحقق وأمنيتنا تتحقق، لأنه يعني ثقتنا منا كتير قوية، اللي عم نعيشه كتير قوي وكبير، أكبر من طاقة استيعابنا، خاصة نحن الشعب العربي يعني عنا عاطفة وتعلق بجو العائلة. من هيك الإنسان والفنان العربي بنوع خاص بخاف، عنده خوف أكتر من غيره، لأنه عنده العاطفة هي بترته أكتر بأرضه، بترته أكتر بمشاكل وطنه. بنوع خاص أنا يعني بيخد مثل صغير، شغلي الوطني كان تعليم النشيد الوطني، إنشاء نادي نيو ليبانون بلبنان بأصعب الظروف. يعني الأمل كبير عنا، بس متأمل أنه الأمل ما تضل أمل معلقة بالهواء، تتحقق وتصير سلام حقيقي، مش بس كل واحد ببلده، بين كل الدول العربية. أسامي كلارك، بما أنك غنيت بالكثير من اللغات، ربما غنيت تقريبا بثمان لغات غربية يعني أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية، طيب شو استفدت؟ يعني هل وصلت الأغنية العربية في النهاية إلى المتلقي الغربي؟ ولماذا دائما هناك هاجس لوصول الأغنية العربية إلى الخارج؟ المهم أنه الفنان العربي يوصل للخارج، وأنا بعتقد بكل صدق انه فوزي باربع جوائز اوليه بمهرجانات عالميه بالمانيا، بالنمسا، ببلغاريا، والجولات اللي عملناها بامريكا وبغير دول باوروبا ودول عربيه، هي اكبر برهان انه الفنان العربي بيقدر يوصل لابعد الحدود. بس مش مهم يوصل لابعد الحدود، مهم يوصل رساله الوطن العربي لهالدول الكبيرة، مش انت الرسالة تكون حقيقية وصادقة عن حقيقة المشاكل اللي نحن منعنيها بعالمنا العربي. لا. بعدين اللغة العربية صحيح انه يمكن ما كانت تنفهم قبل، يعني كانوا الاجانب يسمعوها يستذوقوا الاغنية او اللحن العربي، انما هلأ الثقافة والتبادل الثقافة بين الشعوب، بين العالم الغربي والعالم العربي، سهل كتير وصول الكلمة العربية للأذن الغربية، لبل في مطربين غربيين عم بغنوا صاروا أغاني لهم طابع شرقي. هيدا بعتقد أنه شرف كبير للعالم العربي يكون وصل رسالته من خلال الأغنية واللحن والكلمة الجميلة. دعني أستمع إلى مقطع من أغنية تامي يلي فيها هيدا النفس الغربي ولكن بلغة عربية، ثم أعود إلى سؤالي الأخير. تامي وإيام الحب والليل وانت بالقلب ضايع هالطرقات، صرخ بهالساحات، تمي 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 خليكي هون، تذكري يوم العرس، يوم اللي سوا مشينا تحت السماء والشمس ودنيا عم تلاقي. يعني بدي احكي بس للاسف ما عاد في عندنا وقت لحتى نكفي اللقاء، انتهى وقتنا اليوم. سامي كلارك، انا كثير سعيده باستضافتك. كنت تطولوا نتفي مدام، معك حق انا كمان كثير سعيد عن جد. شكرا كثير لوجودك معنا في سكاي نيوز عربيه، واكيد ضيف لا يمل منه. شكرا. عوده الى الاستوديو، وسلام وفيصل. ومن ابداعات سامي كلارك ننهي هذه الساعه، نلتقي خلال الساعه المقبله، ابقوا معنا. ابقوا معنا. أيام الحب والليل وانت بالقلب ضايع هالطرقات، صرخ بهالساحات، تمي 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 هيا بريك جراندايزر، هالوقت وحدك سلح نفسك.